السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في الحلقة الأخيرة من برنامج سباق الأمم. تقبل الله الصيام والقيام وصالح الأعمال. طبعا في هذه الحلقة من برنامج سباق الأمم نذكر أنفسنا وإياكم بأن السباق الحقيقي والذي يعد الفوز فيه بمثابة النجاح الأسمى هو السباق نحو الجنة. نحن تحدثنا في الحلقات السابقة حول موضوع التقنية والزراعة الذكية والنانوتكنولوجي والبايوتكنولوجي وهذه التقنيات التي تتسابق حولها الأمم والشعوب، ولا ضير أن نتسابق حولها، لا ضير أن نعرفها، لا ضير أن نشتغل بها، لا ضير أن نطور أنفسنا، ولكن لا ننسى السباق الحقيقي، سباقنا الحقيقي في هذه الحياة، سباقنا نحو الجنة، سباقنا نحو رضا الله سبحانه وتعالى. لهذا علينا أن نفكر جميعا كيف يمكن للمنافسة في مختلف هذه المجالات أن تتحول إلى جهد يساهم في السلام والتقدم الإنساني، ليس في الخراب والحروب كما نشاهد في بعض الدول استخدامهم لهذه التقنيات وهذه الاختراعات وهذا التقدم لموضوع القتل والخراب والحروب. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، في سورة الحديد الآية 21. طبعا تبين لنا هذه الآية الكريمة كيف يمكن أن تكون هذه المسابقات في الدنيا بالمواضيع التي ذكرناها وقودا للفوز بالجائزة الأعظم الجنة، نعم، وكذلك النجاة من النار. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. طبعا سيعقد ملتقى إن شاء الله تعالى بعد هذه الحلقة، يعتبر هو الملتقى الختامي لبرنامج سباق الأمم لمجموعة من العلماء حول سباق الآخرة. نحن تحدثنا في هذه الحلقات حول سباق الأمم، هذا الملتقى حول سباق الآخرة. كل عام وأنتم بخير، نراكم في برامج علمية واعدة وقادمة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.